طلقت جوزها بالتلاتة في التليفون، وبعدها قفلت السكة في وشه وراحت كملت نوم. ولما سألوها عملتي كده ليه، قالت العصمة في ايدي وهو اللي عصبني، فراح جاب لها واحد وعطاله 75,000 دولار عشان يرمي على وشها مية نار. فتعالوا معايا اعرفكم قصة جواز إلهام شاهين السري وازاي نفدت من مية النار بأعجوبة. بتبدأ قصة جواز إلهام شاهين السري سنة 1997، وده لما طلع خبر إنها اتجوزت من راجل أعمال لبناني في السر، وكمان كانت العصمة في إيديها، وإنه حصل بينهم مشاكل بسبب إنها طلقته بالتليفون فحاول يرمي على وشها مية نار. الحدوتة اتكشفت لما أعلنت مباحث القاهرة إحباط محاولة اعتداء على إلهام شاهين، وده كان من سواق لبناني يحاول إنه يرمي على وشها مية نار، وده من غير أي سبب، عشان تعترف إلهام بكل حاجة في النهاية. إلهام شاهين قالت إنها في سنة 94 كانت في حفلة من الحفلات واتعرفت على رجل أعمال لبناني، وحصل بينهم وقتها إعجاب شديد، وكترت بينهم المقابلات، فبدأت الإشاعات تنتشر في الوسط الفني عن وجود علاقة مش كويسة بينهم. وعشان تقطع بقى إلهام شاهين الألسنة فقررت إنها تتجوزه، لكن قبل ما يتم الجوازة شرطت إلهام إنها تكون صاحبة العصمة، ووافق فعلا رجل الأعمال اللبناني، لكن برضو حصل مشاكل بينهم بسبب غيرته وخلتها تطلقوا بس بعد 10 شهور. إلهام شاهين كانت اتفقت معاه انهم مش هيفضلوا متجوزين في السر كده كتير، وانه كمان هيتم اعلان الجواز بس بعد ما تتم خطوبة بنته، وكمان هيكون من حق إلهام شاهين انها كمان تخلف اولاد زي اي ست. لكن مشروع الجوازة بتاعت بنته باظت وقتها، ولما طلبت إلهام انها تعلن جوازهم برضو مرضيش، ورفض انها تخلف كمان بالرغم انها اجهضت 4 مرات لاسباب صحية. المشاكل بدأت وزاد معاها غيرته عليها بسبب شغلها، وكمان قعدتها طول الوقت في مصر وهو في لبنان، ولانه كان مصمم على عدم توثيق الجواز واعلانه غير لما إلهام شاهين تتنازل عن العصمة، لانه ما ينفعش طبعا الناس تعرف في لبنان ان العصمة في ايديها. وبعدها بقى راحت إلهام شاهين وثقت الجوازة في محكمة الرمل بالاسكندرية برقم 125 لسنة 1997 أحوال شخصية أجانب مسلمين، وصدر الحكم لصالحها بأن جوازها منه شرعي، وحطته بقى قدام الأمر الواقع. طبعا لما الرجل اللبناني عرف اتصل عليها، وحصل بينهم وقتها خناقة لرب السماء، تقريبا طول لسانه، فراحت إلهام رمت عليه اليمين وقالت له روح وانت طالق، فدمه اتحرق وقتها، خصوصا انه حاول يرجعها فرفضت، غير بس لما يشتري لها بيت في لبنان ويوافق انها تخلف وكمان يعلن الجواز. فقرر الراجل انه يجيب حد يرمي على وشها مية نار، وخطط انه ينفذ الكلام ده فعلا عن طريق سواق كان شغال عند اخوه، بس وقتها بقى اتمسك السواق وكمان فشل في تنفيذ المطلوب منه، وبعدها اعترف انه خد 75,000 دولار عشان ينفذ المطلوب، وتم حبسه 5 سنين. قررت بعدها إلهام شاهين انها تقفل الصفحة دي من حياتها تماما، ولما اتسألت بعدها بسنين في برنامج زائر الليل اذا كانت سامحت طليقها اللبناني على اللي عمله فيها، قالت سامحته لاني عارفة كويس انه عمل كده بسبب حبه ليا بطريقة مجنونة.